الفنانة بشرة تتذكر أول تعامل لها مع يوسف شاهين، تجربتها مع الزعيم عادل إمام من أغنية ثبت ونبات لإدارة مهرجان الجونة السينمائي. بشرة في حوار خاص لـ 360 درجة. الانستغرام هل هو مقياس الشعبية؟ إلى حد ما مقياس لشعبية رقمية، بس مش شرط تكون بنفس القدر، ممكن تكون أزيد، ممكن تكون أقل في الشارع وسط الناس، فهو درجة من درجات القياس لكن مش كل حاجة. لا مكان للمتشائمين الشتمين. اللي حصل في السوشيال ميديا دلوقتي الناس تخطت الخطوط الحمراء، صح. أصبح مفيش قياس للأداب والأخلاق العامة. أنا مش مجبرة إنه أنا أقبل عندي ناس يعني بتتكلم بلسان غير مقبول. في الصور على الانستغرام بشرة مع الأفعى ريهام في عيد ميلادها، بشرة مع النمر. غريبة بشرة، يعني تحب الحيوانات اللي عادة من الناس الكل تخاف منهم. يعني الحيوانات دي برضو مخلوقات ربنا، إذا سنحت لي الفرصة أني أكون متواجدة في مكان ومؤمن وحواليا ناس تحافظ عليا أنا والحيوان، مفيش مشكلة يعني أن أنا أتعامل مع الحيوانات حتى المخيف منها. يعني إدارتها المهرجان الجونة هل كانت فكرة مسروقة؟ لا طبعا، أنا يعني لن أستمع لأشخاص تريد أن تحقر من عمل كبير ضخم مهم للبلد وللسياحة وللثقافة وللسينما لكي تلخصه في إن إذا كانت هذه أصلا فكرة أو فكرة، وإذا كانت مسروقة أو غير مسروقة. هل عاشت بشرة طفولة صعبة؟ يعني مش صعبة، يعني إنه لا، في ناس شافت طفولة أصعب مني كتير، بس طفولتي كانت مسؤولة، طفولة أكبر من عمري. نشأت في بيت مثقف لوالد مناضل سياسي، ولذلك كان صعب علي أن أنا أكون عايشة الطفولة العادية، يعني اللي هي كلها مرح كلها فرح، لكن هي جدة. الغياب كان عنده أثر كبير في حياتك؟ كان ممكن غياب كما قلت لي الوالد بحكم شغله في السياسة، غيابه زاد بعد تلاقه من والدك، وغيابه بعد وفاته الله يرحمه. أي غياب أثر أكثر في بشرة؟ سؤال صعب قوي. شوفي، أنا تربيت على أن الغياب الروحي هو أصعب أنواع الغياب، يعني ممكن يكون في وجود جسدي بس لا يؤثر، يعني ممكن في الطفولة شوية فترة، لكن ذهابه للعالم الآخر يعني أمر إحنا نسلم بيه ونؤمن بيه وشيء طبيعي، هو باقي في روحي. بشرة بالتونسي بنت بوها؟ ياسر ياسر، بنت بويا، بس اكتشفت ده لما كبرت، يعني كنت ننتقد ونزعق معاه ونتخانق معاه في آراء كتير، وهو رباني على أنه أنا لو مش مقتنعة بحاجة ما نجمش نعملوها. هروبها من منزل والدتها هل هو تمرد؟ هو أولاً ما كانش هروب، كان بالاتفاق، لأنه أول خروج لي من منزل أمي وزوج أمي كان لمنزل أبويا. تاني فترة طبعاً أنا أتبنى الفكر يعني المتقدم والمتطور في الاستقلالية. تالت حاجة، أمي كانت شديدة جداً، عصبية جداً ومنضبطة قوي، بس بشكل ساعات كنت أحس كان خانقة كانت بتخنقني، بس عشان تربية. لكن زوج والدتي كان رجل طيب جداً وكان ياخد صفي دايماً، يعني يقف معايا أنا في كل نزاع مع والدتي. تجربتها مع يوسف شاهين. أنا عشقت السينما من خلال يوسف شاهين وأفلامه وفكره، وهو بسيط جداً، يعني هو رغم يعني النجومية والنجاح كان يقعد ويعمل بروفات على الترابيزة ونقعد نقرأ مع بعض ويجيب النجوم مع الشباب الصغيرين، وأهم حاجة كان يحترم الشباب الصغير، يعني في البلاتو في غرفة ليا زي يسرى، زي محمود حميدة، زي هلا صدقي، اللبلبة، مش برشا نلاقيه في المجال. بشرة وعادل إمام شاركت معاه في عوالم خفية، كيفاش العمل مع الزعيم عادل إمام؟ بقدر الكبار، العمل بقدر الكبار، كان يتعامل معنا كلنا بمنتهى الحب ومنتهى الأبوية والبساطة، يعني أنا اتفاجئت، يعني أنا أعرف الزعيم خارج البلاتو لأنه هو من أوائل الناس اللي شجعتني أغني، كان يحب يسمع صوتي وأنا أغني، لكن كانت أول مرة أمثل قدامه، فأكيد مش هضيع فرصة زي دي إلا أكون مستهترة يعني أو امرأة بالعقل. يعني من الفنانين والنجوم الكبار، يسرى حبيبتي يسرى وبشرى،
يسرى وبشرى شيلي ثلاث نقط نفس الحروف مع فارق النقط. طول عمري أحب أكون زيها. هل تمنيت تكون في مكان يسرى بغنية ثلاث دقات؟ مصر كلها والعالم العربي كله تمنى ده. يعني أنا ما حسيتش أنها مش أغنيتي لأنه هي طلعت على إيدي وطلعت من المهرجان يعني كنت حاضرة كل تفاصيلها بتحصل، فبالنسبة لي ما حسيتش إنها مش ليا. هي أحلى حاجة في ثلاث دقات إنها أغنية لكل مواطن، يعني لكل الناس نسمعها بصوت بشر. إمتى الحب طال قلبي ولا في الخيال، عشقك ده فيه يتقال موال. ويعيني أنا أقول لها يا سيفا على الأيام، لأنه اسمها سيفين. فهي بتقول يا سيدي، أنا أقول لها يا سيفا على الأيام، ندلعها يعني وإحنا نغني الأغنية. من الفنانين في الانستغرام اللي تحبهم بشرة داليدا؟ أوف بيان سور. في حدا ما بيحبش داليدا؟ في التعليق إنه فمش كون يقول فما شبه بينك وبينها. أقرب حاجة شبه هي الصوت، وده اللي اتقالي من الفانز يعني من الجمهور، هم اللي طلبوا مني أعيد غنى أغانيها أو أنه أنا أعمل قصة حياتها. وأخوها اتعرض عليه أنه أنا اللي أقوم بالدور وهو وافق، وأنا بقالي سنين بسعى في هذا المشروع، أتمنى أني أنا أحققه يعني أتمنى. أغنية لداليدا. على كبري بنها يا نور عيني، منديل حبيبي طرف عيني، بعد الفراق والأشواق جمع الهوى بينه وبيني. سوهاج بلد المواويل، سوهاج برج الزغاليل، سوهاج يا حبيبي يا حبيبي، سوهاج دي عروسة النيل. الله بشرى في تونس نبات ونبات. بشرى من المطار للحبيب بورقيبة، الشارع لسيدي بوسعيد لجمرت، بشرى ثبات ونبات. في الشرف فخر كبير ان اغنية عمرها 15 سنة. يلا مقطع. يا سلام لو ياخدوا الحنية منك ويخافوا عليا، ياخدوا كل ما فيك جرأتك والبرقة فعنيك، ياخدوا سحرك وتأثيره ويكونوا علي بيغيروا، ياخدوا منك شقاوتك وياخدوا في الجد قساوتك، وطبعا ياخدوا غلاوتك في قلبي وعشقهم قدك. آخر أغنية نسمعوها ليك من فنان تونسي ولا أغنية تونسية؟ ولمون اللي غاروا مني وقالوا لي واش عجبك فيها، لاموني اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيا، جاوبت اللي جهلوا فني خوضوا عيني شوفوا بيا. نورتنا، أهلا وسهلا. عيشك عيشك.